رجحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وصول إعصار محمل بأمطار غزيرة إلى اليابسة في اليمن يوم غد الأحد، إلا أن الهيئة قالت إن إعصار ميغ لن يكون بقوة إعصار تشابالا الذي ضرب أرخبيل سوق قطر اليمني وبعض المحافظات الجنوبية، وتسبب في مقتل نحو 10 أشخاص ونزوح 40,000 شخص، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الدائرة في البلاد. ويذكر أن اليمن لا يتعرض فيما أن مناخه، خاصة أن مناخه ساحله الجنوبي جاف، وهو ما ستترتب عنه صعوبة في تعامل شبكات الصرف الصحي مع الأمطار المتوقعة.